مشاهدينا في كل مكان، متابعي شاشة الشروق الفضائية، أهلا وسهلا بكم عبر نقلنا الحي والمباشر من ليالي الحقيبة من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. ليلة باردة الأجواء ودافئة المغنى نلتقي من خلاله ونحن مع نجوم كبار أساتذة في الغناء الشعبي. واليوم هذه الليلة هي ليلة استثنائية جميلة فنية بكبار القامات اللي موجودين، وأيضا كمان بالشباب اللي حيتحفون ويسمعون ويطربون في هذه الأمسية من داخل أم درمان. فأهلا وسهلا بكم، هي دعوة للمتابعة والمشاهدة عبر شاشة الشروق الفضائية. وتحيي الحفل الآن الجميلة العصفورة إيمان الشريفة، تحية لها وتحية لكل المشاهدين. أيضا كمان موعودين بشاب جميل حنفصح عنه إن شاء الله بعد ما تخلص الأستاذة إيمان الشريف في هذا المساء. فأهلا وسهلا من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. العيون النوم فارقة والقلوب الشوق حرقة سيدة فوق الله الخالق.
بسام زينة فوق الله من غير رغيبني
شكرا جزيلا. انا سعيده جدا جدا اول حاجه بحضور العمالقه والهرم وابونا كمال ترباس. سعيده جدا بانه انا اكون معاكم اليوم. شكرا لكل الحضور. شكرا جزيلا الملك جمال فرفور.